بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حامد الشافعي، استشاري مساعد جراحة أوعية دموية بمدينة الملك سعود الطبية. أنا مصري خريج جامعة طنطا وجامعة الزقازيق. الموضوع اللي هنتكلم فيه عن القدم السكري وعوامل الخطورة العالية اللي بتأثر فيه من ناحية الأوعية الدموية. القدم السكري مرض خطير جدا وبيأثر على ناس كتير وبيعمل مشاكل مزمنة مستمرة عند كتير من مرضى السكر. الموضوع ان فيه عوامل خطورة عالية جدا عند بعض الناس اللي بتسبب القدم السكري، اللي هي نقدر نتجنبها ونقدر ان احنا الوقاية فيها بيكون احسن من العلاج. اول عامل من عوامل الخطورة فيها بيكون التدخين. التدخين بيكون له تأثير كبير جدا على الشرايين، بيعمل تصلب الشرايين وبيقلل التروية الدموية للقدم، وبالتالي بيكون من الأسباب الرئيسية في التهابات القدم السكرية. الحاجة الثانية مرضى السكر، ارتفاع معدل السكر في الدم وعدم السيطرة عليه بيؤدي إلى أيضا تصلب الشرايين، وبيؤدي إلى زيادة التهابات في القدم السكرية، وقد لا قدر الله تنتهي بعملية بتر للقدم أو للساق نفسها. كمان عندنا ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، من عوامل الخطورة العالية جدا اللي بتسبب المرض ده. أيضا ارتفاع ضغط الدم وعدم السيطرة عليه. كل الأمور دي بتكون بتسبب عوامل خطورة عالية، وأيضا ممكن إن احنا نقدر نتحكم فيها بحيث إن احنا نتفادى ونتجنب مخاطر القدم السكري، ولا يصل المريض لا قدر الله إلى عملية بتر بعد كده. بعد الوقاية بيكون في العلاج. العلاج أول حاجة فيه ممارسة الرياضة، ورياضة المشي خاصة بيكون له عامل كبير جدا في تحسين الدورة الدموية للمرضى دول. فده نصيحة إن احنا نمارس الرياضة. تاني حاجة السيطرة على معدل السكر في الدم باتباع الأنظمة الغذائية المضبوطة، وبعض الأدوية اللي هي بتحسن الدورة الدموية وبتقلل نسبة الكوليسترول. دي الحاجات اللي يعني بننصح بيها، وربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويعافي كل مريض من هذه الأمراض. شكرا جزيلا.